بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، التهنئة بالسنة الهجرية أو بالأعوام والشهور الهجرية عموما، هذا مختلف فيه بين مانع وبين مجوز. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بأن التهنئة بحلول الأعوام والشهور الهجرية مندوب إليه، معنى أنه مندوب أي لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لا يمدح من هنأ شرعه ولا يذم من ترك شرعه. استأنس ابن حجر في قوله هذا بالندب بطلب سجود الشكر عند النعمة، وبقصة كعب بن مالك وصاحبيه الذين خلفوا في غزوة تبوك، فلما تاب الله عليهم هنأه أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. قول ابن حجر هذا هو نفسه الذي قاله الحافظ المقدسي حين سئل عن ذلك فأجاب: الناس لم يزالوا مختلفين فيه، أي في التهنئة، والذي أراه أي الحافظ المقدسي أنه مباح لا سنة فيه ولا بدعة. انتهى كلامه. من قال بالمنع من أهل العلم استدل بأن هذا الأمر لم يفعله السلف، وذلك لأن التقويم الهجري لم يبدأ إلا في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ولم يثبت أنه كان يهنئ بعضهم بعضا بحلول السنة الهجرية. الذي أراه والله تعالى أعلى وأعلم أن الدعاء للمسلم بدعاء مطلق لا يتعبد الشخص بلفظه في المناسبات والأعياد، هذا أمر لا بأس به، خاصة إذا كان المقصود من التهنئة التودد والتقرب والتحاب وإظهار السرور والبشر في وجوه المسلمين. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: لا أبتدئ بالتهنئة، فإن ابتدأني أحد أجبته، لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه. قال ابن السعدي رحمة الله عليه: الأصل في جميع العبادات القولية والفعلية الإباحة والجواز، فلا يحرم منها ولا يكره إلا ما نهى عنه الشارع أو تضمن مفسدة شرعية. وأنبه أن حديثا يروج في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه المناسبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتعلمون هذا الدعاء إذا دخلت السنة أو الشهر: اللهم أدخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان. هذا حديث ضعيف لا يصح، فيه رجل يقال له رشدين بن سعد، ضعفه جمع من أهل العلم كالإمام الذهبي والحافظ بن حجر والألباني وغيرهم رحمة الله عليهم، إلا أن هناك حديث يروج وهو صحيح ويجدر بالمؤمن بطالب العلم أن يروجه عند رؤية الهلال أول يوم من الشهر الهجري. هذا دعاء صححه أهل العلم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان وبالسلامة والإسلام، ربي وربك الله. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.